بحياه في سارة طيروتها إسرائيلي راح بعمز إيفي بحضروه ببيتا ملون اتسبع مقشي ما مفنيت كلابي كمان مهبلجي مهترورست مها فلسطيني شي قاف مهين عضاين لوك بيل على لافتها أحرق وتلرتصح. أنا قاعد يا مزرعه يا أخويا في البيت وفجأة سمعت طلقات رصاص تخرم الود، مع العلم شوف شقتي فين والأوتيل فين. هم مش الله خيفت لهجين على المشكرة بيت سراء أليما في كشا أخيرت يعزفو إتهاشلتون داي لشخيتوت في شعر وليوت نم أصلانو هبجعاه جعالة تل أفيف. إيدي إيدي يا هاني يا حبيبتي خليك محضر خير. إيدي يا ماما أرجوك مستر نيك اللي حصل ده كارثة ولو ما كانش رد مناسب وقوي هيتكرر بصورة أفظع وأبشع مليون مرة. ما هو من عمايلكم يا ماما عمالين تبنوا مستوطنات وعمالين تفتروا على العالم عشان كده محدش طايقكم. دي أرضنا مستر ناجي، أرضنا اللي مكتوبة لشعبنا في التوراة. والجولان الأخرى كانت مكتوبة في التوراة؟ ده أنتوا حرامين. مستر ناجي، أرجوك تحافظ على ألفاظك وتتكلم كويس. إيه يا بنت أنتِ؟ أنت هتعلميني إزاي أتكلم؟ أرجوكم أرجوكم يا جماعة نهدى. عيب هاني، مستر ناجي زي والدك. وبعدين التحقيق شغال؟ محدش عارف مين قتل الوزير. مفيش غيرهم، الإرهابيين الفلسطينيين هم اللي عملوا كده وده أسلوبهم. أنت هترموا بلاكوا على الناس؟ الله مش يمكن الراجل كان معاه موزة وهو في الاوتيل جوزها عرف جه خلص عليه. بتحصل مش بيحصل برضو ده مزرعي؟ بتحصل بتحصل مستر ناجي. انا شفت ده فيلم من افلام فريد الاطرش. اه فيلم ودع عواد لما كانت مراته زوزو شكيب. مستر ناجي انا مش بهزر ارجوك انا بتكلم جد. بتهدي بقى امال بكل يوم في العالم في وزير بيغتال انتوا يعني لوزيركم على راسه ريشه؟ انت مستر ناجي مش هتضايق لو وزير مصر اغتالوه؟ لا احنا عندنا الوزير حاجه ثانيه. الوزير بيمشي فيه وراح راسه تحت تل ابيب انما انتوا عندكم الوزير يمشي ايد ورا وايد قدام مريح يعني. انتوا خايبين كتير عصبيه هاني دي بس كتير هي بيحب بلده كمان. قول لها بس تشيل مصر من دماغها. معلش مستر ناجي ده لسه شباب صغير اسرائيل كله بيحب مصر. عارف مستر ناجي لما سادات جاء هنا عشان سلام هنا في تل أبيب كلنا خرجنا عشان نستقبله. أنا كان يمسك علم مصر بإيد هو بصلي وضحكلي كده وعدل سنبه كده أنا افتكرته كويس. وهنا أخبار ما إيه مزرعي؟ أخبار إيه مستر ناجي؟ هنستعبط الفلوس $120,000 اللي انت واخدهم عشان تجدد بيهم المحل وترواه وتغير ديكوراته واديك شايف الزباين بقوا فوق بعض. $100,000 بس نجيبيه. انت اتاخرت 6 أشهر. ايه؟ 20% في 6 أشهر؟ كتير كتير مستر ناجي. اسمع مزرعه انا ما احبش الملاوعه. احنا اتفقنا كان كده من الاول. الا الفلوس. انت وعدك في تل ابيب خسر اخلاقك كتير مستر ناجي. ما انا عاشر الام يا مزرعي. امتى؟ الأسبوع الجاي يكونوا عندك. لا 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 الكلام ده ما ينفعنيش. الأسبوع الجاي يعني يوم إيه والساعة كام؟ يوم الاثنين الساعة 2 كويس؟ ها؟ أنا افتكرت أغنية عبد الوهاب وهو بيغني عمري ما حنسى يوم الاثنين يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. أنا بقى مش هنساه ويا ريت أنت كمان ما تنساهوش. ها؟ شكلك كده عايز حاجة. ما انا بقيت بنك التسليم بتاعكم. يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني. 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 أنا بتدعي عجين ولا جيل تسقط تسقط تسعي. أنا بتدعي عجين ولا جيل تسقط تسقط تسعي. يا سيدي 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 يا س
يا يهودي ارفع ايدك الشعب المصري هو سيدك. يا يهودي ارفع ايدك الشعب المصري هو سيدك. يا يهودي ارفع ايدك الشعب المصري هو سيدك. انا بتدعى في مراجيه تسقط تسقط اسرائيل. انا بتدعى في مراجيه تسقط تسقط اسرائيل. الو ايوه ماما ايوه ماما. طب اهدي اهدي اهدي. في ايه؟ ايه كريم قبض عليه؟ طب هو في اسم ايه دلوقتي؟ امن الدوله. طيب 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 انا هتصرف. يلا مع السلامه. ما تخلص يالا، ما ترميش معاك. انت اسمك ايه؟ يا باشا انت ليه حاقد في نفسك كده؟ خدامك عبد الجليل لما اقصى من الدويقه. الدويقه؟ كنت بتعمل ايه بقى عند الجامعه؟ شغل وركس. شغل؟ انت بتشتغل ايه يالا؟ انا منظم. منظم؟ قصدي يعني حضرتك منظم وقفات احتكاكيه ومظاهرات يعني. نعمل ايه يا باشا بقى؟ نعمل ايه؟ هو ربنا قال كده. شغال ايه بالظبط يعني عشان افهم؟ يعني يا باشا زي ما تقول كده، انت عارف البلد، البلد لما اقصى يعني ايه؟ بلد حالها واقف، لو ان دول وصل لغايه البلعوم، فربنا رزقنا بقى موضوع المعتصمات والمظاهرات ديت عشان خاطر اللقمه نعض فيها. نعض فيها ولا ما نعضش يا باشا؟ نعض ولا ما نعضش؟ نعض ولا لا؟ انت يالا فهمني انت بتشتغل ايه بالظبط؟ هقول لك يا باشا، انت عارف العمال بتوع عمر افندي وبتوع المحله الكبرى بتوع الغزل والفسيق دول لما يحبوا يبعبعوا بقى خلاص يجيبونا احنا عشان خاطر ننظمهم بقى في المعتصمات بتاعتهم ديت ونرتبهم بقى كده القصير ورا والطويل قدام وكده. وكمان دمنهور الاهلي برضو، دمنهور الاهلي ساعات برضو بيجيبنا في الارترس وفي الحاجات ديت عشان خاطر ننظمهم وكده يعني. وياك ياك حد يتكلم ولا يفتح بقه ولا يكسر حاجه، كله بيكبرني ويخطرني في الموقف. بس يعني زي ما تقول حضرتك كده يا باشا. سايس. سايس؟ لا يا باشا، لا مش سايس التاني، سايس سايس عربيات، ده سايس بني ادمين. ساعات كده اليوميه يعني يطلع لها في حدود 50 60 جنيه حسب ما ربنا يرزق يعني. بس انت عارف يا باشا انا مش عارف المظاهرات دي عملوها ليه ولا حتى بيقولوا فيها ايه، بعد كل كلام غريب كده. انا مش مع العيال الراكش اللي هو بق ديت ابدا. لا طب بس بس بس